السيدات والسادة، نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية ومن النيل للأخبار. وفي البداية كل عام أنتم بخير، كل سنة وانت طيبة فضل. كل عام وأنت بخير يا محمد بشير، كل عام وحضراتكم بألف خير. غدا إن شاء الله عيد الفطر المبارك، ونستهل هذه النشرة بالعنوان. تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق 21 من شهر إبريل لعام 2023 من الميلاد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. دار الإفتاء تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، والرئيس يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول وحكومات العالم العربي والإسلامي. الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ بدعوة من بايدن. والمتحدث العسكري يؤكد وصول معظم القوات المصرية من السودان لأرض الوطن، وجاري إخلاء باقي القوات من سفارتنا بالخرطوم. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية، وزير التموين يعلن عودة المخابز للعمل من الخامسة صباحا خلال العيد. ومعكم في أخبار الرياضة، الليلة مانشستر يونايتد في ضيافة إشبيلية، ويوفنتوس يواجه سبورتينج لشبونة لحسم التأهل لقبل نهائي الدوري الأوروبي. كل عام حضراتكم بخير. أعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية بواسطة اللجان المذكورة، تحقق لدينا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق 21 من شهر إبريل لعام 2023 من الميلاد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، وأن يسدد الله سبحانه وتعالى خطاه. كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وبهذه المناسبة تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بالخير والبركات، وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى الجالية المصرية المسلمة في الخارج. هذا وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصر الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرخاء.
هذا وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمن. كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن للتهنئة بعيد الفطر المبارك، داعيا أن يعيد هذه المناسبة على مصر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير وأن يحفظ مصر من كل سوء. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع كل من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والرئيسين التونسي قيس بن سعيد والجزائري عبد المجيد تبون للتهنئة بالعيد، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعوب العربية الشقيقة وسائر الأمة الإسلامية بالخير والبركات. كذلك تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. هذا وقد تقدم فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ودعا شيخ الأزهر جموع المسلمين في العالم للفرح بفضل الله ورحمته واغتنام هذه المناسبة المباركة في العمل على قضاء حوائج الناس، كما دعا فضيلة الإمام الأكبر إلى رأب الصدع وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى ونبذ الفرقة والشقاق وإعلاء قيم الأخوة والإنسانية. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والأمين العام للأمم المتحدة. بالفعل وخلال كلمته شدد الرئيس السيسي على أهمية توافر وسائل تنفيذ خطة شرم الشيخ التي اعتمدها في قمة كوب 27 سيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها. نتابع. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بدعوة من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصادات الكبرى الذي تم تأسيسه عام 2009 يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، ويشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي به للعام الثاني على التوالي كمتحدث رئيسي في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة 27 للقمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ، واستنادا إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. وقد ألقى السيد الرئيس الكلمة التالية في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، أتوجه في البداية بالشكر لفخامة الرئيس جو بايدن لدعوته لهذه القمة لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ التي يعكس جدول أعمالها عددا من العناصر التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ التي تم اعتمادها في قمة كوب 27 في مصر، والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ، مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة
على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الميثان. وفي هذا الإطار أشدد على أهمية توافر وسائل التنفيذ لا سيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، إذ أن نجاح المجتمع الدولي في مواجهة تغير المناخ مرهون إلى حد كبير بتوفير التمويل المناسب والكافي لدعم تنفيذ برامج ومشروعات خفض الانبعاثات والتكيف، أخذًا في الاعتبار تداعيات الوضع المالي الدولي على الدول النامية، فضلا عن التعامل الجاد مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والذي تشعر الرئاسة المصرية لكوب 27 بالفخر للخروج بقرار لأول مرة بشأنها، وتأمل في إحراز التقدم المرجو فيه قبل القمة المقبلة بما يتضمن إقامة وتمويل صندوق خاص بالخسائر والأضرار، وبما يؤدي لتعزيز الثقة بين أطراف اتفاقية تغير المناخ. السيدات وأسمادة، اسمحوا لي أن أطلعكم على بعض جهودنا على المستوى الوطني والتي تتوافق والمجالات المطروحة في هذا المنتدى. أولا، بالنسبة للتوسع في الطاقة المتجددة، فإن الحكومة بصدد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لضمان توفير التمويل اللازم بما يسمح بتحقيق هدف مصر للوصول إلى 42% من مصادر إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ثانيا، تسعى مصر لسرعة تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بإنتاج الهيدروجين كي تتحول إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة، وكذلك لخفض البصمة الكربونية لقطاع الصناعة كثيفة الاستهلاك الطاقة. ثالثا، نقوم بتنفيذ عدة مشروعات طموحة للنقل المتوافق مع البيئة، حيث انتهينا من المرحلة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف، وجاري الانتهاء من مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية، فضلا عن التوسع في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية لتشجيع التحول للمركبات الكهربائية. رابعا، تنفذ الحكومة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات والمباني الحكومية لخفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات. خامسا، وافق مجلس النواب المصري في الشهر الجاري على انضمام مصر لتعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، وتقوم الحكومة بوضع خطة للخفض التدريجي من مركبات الهيدروفلورين كربون سواء في الانتاج او الاستهلاك. سادسا، انضمت مصر لتعهد الميثان في قطاع البترول والغاز، وقامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات وخطة عمل لخفض انبعاثات الميثان، يجري التشاور حول تمويلها مع الشركاء. السيدات والسادة، بالنظر إلى التحديات المناخية الماثلة أمام المجتمع الدولي، ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ، وتطلع لأن تكون قمتنا القادمة في دولة الإمارات العربية الشقيقة قمة ناجحة بكل المقاييس، بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا كما ورد في اتفاق باريس، والعمل على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وبما يسهم في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي والتنموي المطلوب، ويسمح بحشد الدعم المالي والتقني وتعزيز الابتكار لتحقيق الأهداف المرجوة. في هذا الإطار تتطلع مصر إلى الانضمام إلى مبادرة الغابات والمناخ التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر شرم الشيخ، وكذلك لتحدي إدارة الكربون المقرر إطلاقه في كوب 28، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير عمل مؤسسة التمويل الدولية بما يسهم في تحقيق الأهداف الثلاثة التي نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية وتيسير النفاذ للتمويل وتبني أدوات تمويل ميسرة تتوافق وظروف الدول النامية، وذلك مع الحفاظ على الهدف الأساسي لتلك المؤسسات المتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، كما تتفق مصر مع ضرورة تسريع وتيرة التحول
إلى حيادية الانبعاثات في عدد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع النقل البحري وكذلك قطاع الطاقة، سواء بالتوسع في الطاقة المتجددة أو في الوقود عديم الانبعاثات مثل الهيدروجين. ختاما أؤكد التزام مصر باعتبارها رئيس الدورة الحالية لقمة تغير المناخ، وبوصفها دولة فاعلة في مفاوضات تغير المناخ، على الدفع قدما بأجندة طموحة ومتوازنة تعتمد على تنفيذ التوصيات العلمية وتعزيز التنفيذ العادل والمناسب والسريع للتعهدات على أرض الواقع. شكرا لكم. صرح المتحدث العسكري اليوم بأنه في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء اتخاذ إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة، وذلك في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لنقل معظم عناصر القوة المصرية. وفي بيان قال المتحدث العسكري إنه تم صباح اليوم وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية إلى مقر سفارة مصر، تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفير الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن. هذا وأكدت القوات المسلحة صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن، وكذلك الموجودة في مكتب الدفاع بالسفارة المصرية في الخرطوم. وفيما له صلة، أعلنت مصر نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع الإمارات الشقيقة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في جمهورية السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم لسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم. وعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لجهوده في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين. وقد ذكرت وزارة الخارجية المصرية والإماراتية أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي. هذا وقد شددت مصر والإمارات على أهمية تكثيف الجهود للعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا للاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن الدماء وتطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي استعرض شكري جهود مصر واتصالاتها مع الأطراف كافة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار. من جانبه أعرب وزير خارجية هولندا عن تقدير بلاده لجهود مصر لوقف إطلاق النار في السودان، وطلب التنسيق مع مصر لتوفير الحماية للرعايا الهولندية الموجودين هناك، وهو ما رحب به شكري. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي استعرض وزير الخارجية سامح شكري جهود مصر من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار. وأكد شكري على ضرورة تكامل الجهود وحث الأطراف السودانية على الوصول لهذا الهدف حفاظا على الأرواح والممتلكات. من جانبه ثمن وزير الخارجية الهندي جهود الوساطة التي تطلع بها مصر لوقف إطلاق النار بالسودان، معربا عن تطلع بلاده للتنسيق مع مصر لتوفير الحماية لرعايا الهند المتواجدين في السودان، وهو ما رحب به وزير الخارجية.
ترأست وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سوها جندي اجتماعا عاجلا للجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج ومناقشة سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين في السودان، موضحة أنه سيتم بحث موقف الطلاب في السودان في نفس الإطار الذي تم به تعامل اللجنة مع موقف الطلاب في روسيا وأوكرانيا لوزارة الهجرة، وسوف يتم إعداد تقرير مفصل. كما عقدت وزيرة الهجرة لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع 100 من الطلاب المصريين بالسودان من أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج ميدسي وأولياء أمور وكذلك رموز الجاليات وذلك للاطمئنان على أوضاعهم. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع في السودان للالتزام بهدنة لمدة 3 أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر. وقال غوتيريش في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى، دعا أن الهدف من الهدنة هو السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالفرار والحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه هي الخطوة الأولى للسماح بفترة راحة من القتال وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار. هذا ورهن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان التفاوض مع قوات الدعم السريع بعودتها إلى مواقعها السابقة، وإلا فلا حل للوضع الراهن في السودان سوى الحسم العسكري على حد تعبيره. في الأثناء حثت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر طرفي الصراع في السودان على وقف القتال للسماح بتلقي المواطنين الرعاية الطبية عند الحاجة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري. ويأتي ذلك مع استمرار إطلاق النار ودوي الانفجارات منذ الصباح في الخرطوم رغم الهدنة. وأفاد شهود عيان بأن تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم أرغم الآلاف من سكان العاصمة على الفرار تحت وطأة ضعف الخدمات ونقص الإمدادات الغذائية. دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ لمساعدة كييف على تجاوز تحفظات بعض الدول الأعضاء على تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى بما في ذلك الطيران الحديث والمدفعية والمدرعات. وخلال مؤتمر بكييف مع الأمين العام للناتو أكد زيلنسكي على أن الوقت قد حان لكي يدعو الحلف بلاده للانضمام إلى صفوفه. من جانبه أعرب ستولتنبرغ عن دعمه الكامل لتطلعات أوكرانيا للانضمام للحلف، مشيرا إلى أن حلفاء الناتو قدموا أكثر من 155 مليار يورو دعما لأوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي. وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنت قرينة رئيس الجمهورية أن يحل عيد الفطر المبارك على الأمة العربية والإسلامية بالخير والرخاء والسلام. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع شيراز الوفائي. أخبار المال والأعمال لنشرة الثامنة، أهلا بكم. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخابز ستعود للعمل خلال العيد من 5 صباحا، مشيرا إلى أنه تم توفير حصص الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب متوسط الصرف لكل مخبز في الأيام السابقة، مشددا إلى أن المخابز ستكون تحت رقابة تموينية مشددة.
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع تجميع بيانات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمناطق الامتياز بالبحر الأحمر، وما سينتج عنه تكثيف عمليات الحفر عدد من الآبار الاستكشافية بعد الانتهاء من المعالجة النهائية للبيانات. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة تأخذ على عاتقها تكثيف خطط وبرامج الحفر والإنتاج والعمل على زيادة الاحتياطات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي سواء من الاكتشافات الجديدة أو الحقول القائمة. أكد المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا حرصه على الاطلاع على التجربة المصرية في مجال التنمية وبرنامج مبادلة الديون. جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرضت المشاط خريطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي. وأكدت المشاط أهمية الإجراءات وجهود الرامية لتطوير دور البنك الدولي لتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الدول الأعضاء. وعلى صعيد التعاملات في أسواق النفط العالمية، تراجعت أسعار الخام في المعاملات الأسيوية مع صعود الدولار واستمرار المخاوف بشأن الطلب بعد صدور بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا إلى 82.32 دولارا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا إلى 78.47 دولار للبرميل. ونستعرض الأحوال الجوية والطقس مع شيراز الوفي. النشرة الجوية، أهلا بكم. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وعن التوقعات للثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. القاهرة الجمعة 15-26، السبت 17-28، الأحد 17-27، شرم الشيخ الجمعة 18-29، السبت 18-31، الأحد 18-31، الأقصر الجمعة 18-34، السبت 22-37، الأحد 21-36، نهاية النشرة. وهذا تذكير بأبرز العناوين. تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق 21 من شهر إبريل لعام 2023 من الميلاد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. الإفتاء تعلن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، والرئيس يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول وحكومات العالم العربي والإسلامي. الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ بدعوة من بايدن. والمتحدث العسكري يؤكد على وصول معظم القوات المصرية من السودان للأراضي أو لأراضي الوطن، وجاري إخلاء باقي القوات من سفارتنا بالخرطوم. وللمزيد دائما مسبيرو دوت إي جي، كل عام وحضرتكم بخير. نشرة أخبار الثامنة عرضنا لها من التلفزيون المصري، كل عام وحضرتكم بخير.